بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع تكتيك. لن تخسر شيء ان دعمتنا وعملت لايك للفيديو عجبك، وانت بتعمل ديسلايك للفيديو ما عجبكش قول لي ليه الفيديو ما عجبكش. هنتكلم النهارده على خساره ليفربول قدام ساوثهامبتون 1-0. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه، احلى تحيه وتقدير للمدير الفني لساوثهامبتون رالف هازنهوتر، لان الراجل بصراحه السنه اللي فاتت في نفس التوقيت ده كان مسار سخريه للعالم كله بعد خساره ساوثهامبتون قدام ليستر سيتي 9-0. والكلام الكتير قوي عن الراجل ده لازم يمشي، والراجل يستحق الاقاله عن جداره يجي تاني سنه اللي هي السنه دي يبقى مركز سادس، والراجل يبقى كسبان ليفربول باداء مشرف جدا وشوط اول ممتاز جدا هجوميا وشوط تاني عالي جدا تكتيكيا، لا يبقى الراجل يستحق تسقيف عن جداره. ليفربول خسر، ليفربول من ساعه مكسب قدام توتنهام 2-0 و2-1 في اللحظات الاخيره، ولما مورينيو راح لكلوب وقال له انتم محظوظين، من وقتها الفرقه ما شافتش الا خير ماتش كريستال بالاس 7، والناس قالت لك خلاص عدينا مرحله مورينيو وتوتنهام وخلاص بقى ركوب الدوري حان وقته، وخلاص ان احنا هنطير ونرفع ونرفرف الجناحات، الموضوع قادم لا محاله. تلاقي ليفربول بيتعادل قدام وست بروميتش ألبيون، عادي يا جماعه البطل عادي بيريح شويه. ليفربول بيتعادل قدام نيوكاسل 0-0، لا يا جماعه البطل بيريح شويه بس مش للدرجه دي. يعني ليفربول النهارده قدام ساوثهامبتون محتاج يكسب علشان خاطر يفرق عن يونايتد قبل المباراه القادمه بينهم اللي بنسبه كبيره جدا هتحدد مين فيهم هينزل والسيتي يركب مكانه. تلاقي ان ليفربول خسر، بس هل الخساره دي كانت حاجه غير متوقعه جوه الملعب؟ ابسولوتلي لا، عشان ما اضحكش عليك. متفقين من السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم على ليفربول ان ليفربول عنده مشكله كبيره جدا في نص الملعب في الابداع، عنده مشكله من ناحيه تياجو الكانتارا، وعنده مشكله من ناحيه كمان جوردن هندرسون او من ناحيه فابينيو. بس النهارده الراجل بيبدا بال 4-3-3 بعد الغيابات الكتيره جدا اللي جوه الفريق والاصابات، اللي هو تحس ان ليفربول يورجن كلوب قلب مره واحده الاتحاد السوفيتي، النظام الجديد النظام القديم وقع قبل ما حاول ابني النظام الجديد. يعني مفترض ان يورجن كلوب حاول يعمل صفقات، حاول يجيب لعيبه علشان خاطر يحاول يغير بيها نظام الفريق جوه الملعب. يعني مثلا راجل جاب جوتا عشان خاطر يخليه ينافس مع صلاح وماني، فجاه يلاقي جوتا وقع منه واتصاب، يحاول ان هو يجيب تياجو الكانتارا في نص الملعب علشان خاطر الراجل محتاج ابداعه، فجاه يلاقي ان المساكين كلهم وقع منه ومحتاج ان انا انزل فابينيو نص ملعب. فابينيو لما اخسره وانزله مساك بخسر ان انا اللاعب الوحيد اللي ممكن يشوط، اللاعب الوحيد اللي عنده فكره التصويب على المرمى في نص الملعب هو فابينيو. وتلاقي كمان ان انت جيني فينالدو عامل موسم سيء جدا وكارثي ومش عارف تغيره علشان خاطر ما عندكش غيره، لا في مشكله. ولما تلاقي ترند الكسندر ارنولد عامل السنه ما يعلم بقى من ربنا هجوميا ودفاعيا، لا عندك مشكله كبيره جدا. فكل المشاكل الهجوميه والدفاعيه اللي موجوده في ليفربول السنه دي، لا الموضوع كبير جدا، الموضوع اكبر بكتير قوي من خساره مباراه قدام ساوثهامبتون. الفرقه حرفيا الهويه بتاعتها بدات نوعا ما تختفي. موضوع اصابه فيرجن فان دايك بين المشاكل الدفاعيه الكتير جدا، والربط اللي ما بين خط النص وخط الدفاع بقى قليل مع غياب فيرجن فان دايك، علشان خاطر تحركات فان دايك غير تحركات اي حد بيلعب مكانه. ما بالك بقى لما تلاقي النهارده فابينيو وجوردن هندرسون هما الاثنين مساكين، الوضع هيبقى بالنسبه لك عامل ازاي قدام فرقه بتلعب بال 4-4-2؟ وكارلو انشيلوتي قدام ليفربول في دوري الابطال السنه اللي فاتت باين لك ان انت وانت بتلعب 4-4-2 قدام ليفربول الوضع بيكون سهل جدا انك تقفل عليهم الاطراف، وبيكون سهل جدا ان انت لما تقطع منهم الكوره تروح تعمل هجمات مرتده عليهم. الكلام ده السنه اللي فاتت في عز ما كانوا اقوياء، ما بالك بقى السنه دي؟ السنه دي ليفربول عامل ازاي؟ ليفربول السنه دي بيعاني من كل حته زي ما احنا بنتكلم. فطبيعي لما تلاقي داني انجز وتلاقي سي والكوت اتنين مهاجمين تحتهم الاربعه، تحتهم موسى دياجنتو وتحتهم كمان ديالو وتحتهم كمان مفترض ان وارد واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين السنه دي في ساوثهامبتون، والناحيه الثانيه ارمسترونج وكالوتر ووكر بيترز اللعيب اللي جاي لهم من توتنهام النهارده بيعمل جيم عالمي قدام ساديو ماني، وفجاه تلاقي مره واحده ان خط الدفاع ممتاز جدا، وحتى كمان غياب حارس المرمى اليكس ماكارسي ما يفرقش معاه قوي عشان خاطر تلاقي ان فوستر بسم الله ما شاء الله اكتشف ان هو ينفع يطلع ليبرو قدام خط الدفاع. وكل ده كوم، وانك تبدا المباراه في اول دقيقتين بجول من داني انجز ده كوم تاني. مع احترامي للكابتن محمد ابو تريكه، لا هي فيها نسبه كبيره جدا من الحظ، هو الراجل مش شايف جون اساسا، ومش شايف اساسا اليسون واقف فين. فما تقوليش ان هو والله حاططها بمهاره ودقه عبقريه، عادي يا كابتن قول ان هي الراجل جاي يلعب كروس قلشت منه راحت جون. انما تقعد تقول اصل هو لعبها بالسنس، هو عارف مكانه واقف فين. طب هو عارف مكانه واقف فين؟ هو عارف كمان ان اليسون واخد خطوتين قدام؟ مش كده يا جماعه، والله ما كده. انا بحب جدا كابتن ابو تريكه بس مش للدرجه دي يا كابتن. الراجل بيحاول يعمل كروس خفيف بس هي
خبط، هي ما لعبهاش برجله، هي غالبا كده خبطت في قصبه رجله ولفت منه لجوه. فالموضوع صدف بحت. غير كده كمان تبص على الشوط الثاني بعد ما ربنا كرم ساوثهامبتون وطلع الشوط الاول بال1-0، فجاه الثمانيه بقوا تحت الكوره. موضوع ان احنا بنلعب على المرتدات وان احنا كمان بنحاول نقلب الطريقه ل 4-2-4 زي ما ليفربول بيقلب الطريقه، وان احنا بنلعب بنطلع نلعب ضغط عليه عالي، ديري انجز وسي والكوت كمان البسترونج، والناحيه الثانيه موسى بيحاولوا ان هم يضغطوا علشان خاطر يغلطوا لعيبه ليفربول، فيحاولوا ان هم يوقفوا تياجو الكانتارا ان هو يطلع بالكوره، ويحاولوا كمان ان هم يروحوا كتير قوي على مرمى اليسون بيكر. الكلام ده كان شغال الشوط الاول. الشوط الثاني بقى بص يا جماعه، احنا طبيعي ان احنا مش هنقدر نكمل، جهد البدني بتاعنا هيكون قل شويه في نص ملعبنا الدفاعي، فمحتاجين ان احنا لا مؤاخذه يعني نقفل ما بين الخطوط ونقفل كمان الخط الدفاعي وننزل الشوط الثاني نلعب 8-2. هنلعبها كده 4 قدام هم عاملين ستاره، واثنين مهاجمين والكوت وداني انجز، وهيغيرهم ما بين في الشوط الثاني وهو شغال. ويلا يا جماعه وريني بقى هتعرف تخترق ازاي وانت ما عندكش لعيب كرييتيف في نص الملعب، وريني بقى. طب هتغير مين بقى؟ فجاه اكتشف ان والله شامبليني اللي هو راجع من اصابه اساسا ولا نسيب جوه الملعب ده، في لعيب اسمه شندر شاكيري انا نسيب برضه جوه الفرقه، محتاج ان انا الجا له. اللي هو يا نهار اسود يورجن كلوب للدرجه دي الفرقه فضيت منه؟ وتلاقي ايه؟ ان والله شاكيري نزل، صلاح بيحاول، ماني بيحاول، بس ما فيش. خلاص هي قفلت، هي قفلت على كده. الناس كانت بتقول ان ليفربول فريق محظوظ، سبحان الله كل حاجه جت لليفربول مره واحده، اصابات، سوء توفيق، خساره من خصوم ما كانش ينفع ان انت تقول ليفربول ممكن يخسر قدامها، زي استون فيلا 7-2، زي النهارده تخسر قدام ساوثهامبتون. برضه بقول لك بحترم شغل ساوثهامبتون، بحترم جدا الشغل المدرب عامله جوه الملعب، بس الكلام ده كان بيحصل وكان ليفربول بيعرف يكسب عادي. بس اللي اتغير ان انا زي ما قلت لك يورجن كلوب قبل ما يحط العناصر الجديده بتاعته ويطبقها مع الفريق، النظام القديم وقع منه، وفجاه مره واحده لا صلاح ولا ماني شغالين، وفجاه كمان المدربين اللي قدامك مش بهايم، اكيد حفظ استاديو ماني بيلعب ازاي وصلاح بيلعب ازاي وحفظه ونص ملعب ليفربول بيعمل ايه. فانت وانت محتاج ان انت تحط العناصر الجديده، لقيت العناصر القديمه وقعت والعناصر الجديده كمان وقعت، فمره واحده كل حاجه ظلمت منك مره واحده، وفجاه ليفربول بقى فريق فكره ان انت تجيب هدف الموضوع بقى صعب. تخيل تبقى عندك صلاح وماني وفيرمينيو والموضوع صعب جدا، غير ان انت كمان خط دفاعك اضعف من خط دفاع ارسنال، يا نهار اسود ومنافسين ب 60 جولة. فخلاص مستني ايه؟ خط دفاع اضعف من ارسنال مع وجود فيرجيل فان دايك كان احسن خط في الدوري السنه دي، الله كريم. خساره ليفربول كان بيستحق ان هو يخسرها، مع لو اتفرجت على الاحصائيات هتلاقي ان اون تارجت ساوثهامبتون شايل 3. سيبك من الكره اللي اليسون كان طالع فيها يقفش فراخ تقريبا كده على الطرف، وسيبك من كمان ان انت قلت لي الكره جت في ايد مدافع ساوثهامبتون تتحسب؟ ما تتحسبش، مش هنشتغل بعض وكله ما تتحسبش. عارف ان انت ممكن تقول ان التحكيم حابب يوقع ليفربول عشان خاطر ليفربول ما ياخدش الدوري السنه الثانيه على جد، براحتك بقى كمل الشغل ده براحتك، انا كده قلت لك اللي عندي ومش تخسر اي حاجه، وانت بتقول اللي عندك نتكلم ونتناقش باحترام. لو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك عادي، نو بروبلم يعني.